قبل راح قرا من لكم اياه إنجيل ربنا او يسوع تسمعوا. المسيح للقديس يوحنا. قال الرب يسوع لليهود: من منكم يوبخني على خطيئة؟ إن كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقونني؟ من هو من الله يسمع كلام الله، وأنتم لا تسمعون لأنكم لستم من الله. أجاب اليهود وقالوا له: أما حسنا نقول إنك سامري وبك شيطان؟ أجاب يسوع: ليس بي شيطان، ولكني أكرم أبي وأنتم تحتقرونني، وأنا لا أطلب مجدي، فهناك من يطلب ويدين. اوكي، هذا الانجيل اليومي يلي انا اخذته تأتأمل فيه. هلا مثل ما شايفين بهالنص في اخذ وعطاء مع بين يسوع وناس وجماعة من اليهود. اوكي، مش كل اليهود اكيد، هو ما هو لانه عم بيحكي مع ناس، يعني قد ما يكونوا ما راح يكونوا كتير كتير كتار تيقدروا يسمعوا شو عم بيقول. اشانتيون صغير، ومن هيدا الاشانتيون من الناس عم بيحاربوه، عم بيخونوه، عم بيقولوا، عم بيشيطنوه اونتر بارونتيز، ايه عم بيشيطنوه ليسوع، مش مناسبهم كيف يتصرف، شو بيقول، شو بيعمل، اتسترا. ماشي، هو شو جاوبهم؟ عم بيقول لهم انتوا عم بتوبخوني، عم تحكوا علي انه ما في اشياء ما بيسوى اعملها، وعم بيقول لهم اذا كنت عم بقول الحق ليش ما عم بتصدقوني؟ يلي بيجي يلي بيعتبر حاله ابن الله، ايه، لازم يسمع كلمات الله، وانتم ما عم تسمعوا لانكم مش ولاد الله، مش جايين من الله يعني. اوكي، هون بفهم شغلتين مهمين عم بيوصلهم يسوع، انه يسوع عم بيقول انه كلمته هي كلمه الله بالاول. اوكي، مش كلمتين، كلمه الله شيء وكلمته شيء تاني، هو كل الكلمة اللي عم بيقولها هي كلمة الله، وكلمة الله هي الحق. أوكي؟ يعني أنت لما تكون عم تقول الحق ما عم بتساوي مع الحق، كأنك عم تقول كلمة الله، يعني الله مع الحق مش مع الباطل. منيح؟ طيب هلا أنا كيف بدي أخدها لإلي اليوم؟ يلا اسأل سؤال. لا هون يعني تنفهم هيدا الجواب، تنعرف الجواب، بدي اطلب منك تفتح انجيل يوحنا. هلا مع مرتك الانجيل؟ هلا معك واحد. اوكي، افتح انجيل يوحنا فصل 8. شو بيقول؟ لكان عم بيتوجه للفريسية، هيدا قسم من اليهود. اوكي، لكن تنفهم ما فينا ناخذ بس النص الانجيل ونقطشه من الكونتكست تبعه، من المضمون تبعه، من المطرح ما ماخوذ، وساعتها ما بنقعد نفهم شيء. اوكي، لنعرف بالتفاصيل عن شو عم بنحكي ومع مين عم نحكي واتسترا، بدنا نشوف شو في قبل النص وشو في بعد النص دائما. ماشي الحال؟ دونك هون في عندك قسم من الجواب، انه في اخذ وعطاء بين الفريسية وبين يسوع، ساعة بيسميهم يوحنا الفريسية، ساعة بيسميهم اليهود. أوكي، الفريسية هن قسم من اليهود، تنقدر نفهم مزبوط بدنا نشوف بأي مضمون انقالت. منيح، مثل اليوم مثلا على التلفزيون بيصيروا يهتوا بعضهم لأنه بياخدوا بيقطشوا جملة من حدا قال شيء، وبيصيروا يفسروها على ذوقهم ويقولوا لك هذا شو عم بيقول. عرفت كيف؟ نفس الشيء بالإنجيل، إذا بناخذ جملة بس أو آية بس ممكن نفهمها غلط ونقول لك شو عم بيقول يسوع. ماشي الحال؟ لكن تقدر أفهم نص مزبوط مثل ما عم بقول لكم، بدنا نشوف شو في قبل وشو في بعد. تأرجع على قراءتي أنا، لكن عم بقول أنا بستنتج إنه الله مع الحق ضد الباطل، الله ما بيحكي باطل، بيحكي الحق، ويسوع عم بيقول انه انا كلمتي كلمة الله مش كلمة حدا تاني، لانه عم بحكي الحق. اوكي، وانتو ليش ما عم تسمعوني؟ اذا ما عم تسمعوا الحق عم تديروا دينكم للباطل، انتو مش من الله، انتو ما خصكم مع الله، انتو بعد كل البعد عن الله. وهون ممكن انا
لحياتي اليومية، شوف إذا عم دير دانتي للباطل، عم بمشي مع الباطل ضد الحق. بشوف هون بقدر قيس ميزان علاقتي بالله، قديش أنا بعيد أو قريب من الله مثلا. أوكي، وهذا الشيء لحياتي اليومية، هذا الشيء براتيك عملي. وهون ممكن من هيدي الفكرة طلع صلاة، صلي لله، قال له يا رب ساعدني أن أكون مع الحق ضد الباطل، تقرب منك أكثر وأكثر لأنه بحبك. شوف كيف نقدر نصلي من وراء الإنجيل؟ بس بدي أكمل لأنه ما خلص الإنجيل. كنت عم بقول لكم إنه هودي الناس اللي عم بتهجموا على يسوع عم بيشيطنوه، بس يسوع ما تركهم، يعني مش إنه أوكي تركهم يقولوا اللي بدهم إياه، كان في يتركهم يقولوا اللي بدهم إياه، عرفت كيف؟ بس في أوقات بيعمل هالشي يسوع، وأوقات تاني لا، ما بيسمح إنه ينقال شو ما كان. لأنه هون في قصة حق بتدق، في كرامات بتدق، ما ممكن نترك الناس يدعسوا على الكرامات تبع التانيين ويضل ماشيين. يسوع بيدافع عن كرامته، عن كرامته وعن كرامة كل واحد منا. بقى بيعلمنا ندافع عن الكرامات، مش نضل ساكتين إنه إذا شفنا واحد عم ينهان نسكت ويلا، أو نزيد إهانة على الزلم، على الشخص اللي عم ينهان. لا، بس ما تتفاجأ أنت يا إنسان مين ما كنت تكون، إذا كنت عم تمشي مع الحق أنك تنهان. ولكن ضل متذكر أنه إذا أنت عم بتقول الحق مش عم بتفتش على مجدك لإلك، مثل يسوع عمول. فتش على مجد الله، الله مجده أنه ما ينهان الإنسان. الله بيتمجد لما الإنسان يكون بكرامة، والله بينهان لما كل إنسان بينهان. أوكي، وهيدا بيعلمني ربنا اليوم بهالإنجيل، أنه كون أبضاي، قول الحق، ما أسمح للباطل ياخد مدي، لأنه عارف شو بدي. بدي مجد الله يتحقق، ما بدي أنه الله ينهان ولا إنسان ينهان. حلو، شو رأيكم بالموضوع؟ هيدا الإنجيل اليوم شفت شو علمني، كتير إشياء حلوة، وبيعلمني انه الانجيل انه ربنا بده ياني عيش بكرامه، ما بده ياني مهان. منيح، هيدي حب الله لنا قديشه كبير. بس من ناحيتنا كمان، من واجباتنا نشارك عمل الله، بمعنى انه ما نسمح للشر يدوس على الكرامات، ما نسمح للباطل يفوت بحياتنا ويعلمنا ندعس على الناس وضل ماشيين. اوكي،